لهم طرق ماكرة في الوصول إلى فكر الشباب، بل يبدأون بالصغار. ما هي طرقهم لتلويث الأفكار؟ أنهم يحرصون على ملء قلبه حقدا على ولاة أمر البلد. وإذا وجدت ابنك بدأ يتكلم في هذا الباب وتظهر منه كلمات هنا وهناك، فاعلم أنه في طريق، وأن هناك من شياطين الإنس من يتسلط عليه. ومنها أيضا أنهم يحرصون على ملء قلب الشاب كرها للعلماء، ويقولون له إن هؤلاء العلماء علماء سلاطين، أرضعوهم حتى أشبعوهم، علماء المكيفات، علماء الكتب القديمة، علماء ذيل بغلة السلطان. أو يقولون له إن هؤلاء العلماء أنت لا تفهم لهم. فإذا وجد الأب من ابنه نفرة عن العلماء فليعلم أن هناك خلل. ومنها أيضا أنهم يحرصون على ملء قلبه سوادا على المجتمع، وأن المجتمع أصبح فاسدا لا خير فيه، وأن نبحث عن مكان آخر، وأن وأن وأن. فهنا إذا وجد هذا في الشاب فليعلم أن فيه خللا، وأن هناك أمرا وراء الأتمة. ومنها أيضا أنهم يحرصون على عزل الشاب عن كباره، عن والديه، عن أعمامه، عن خيلانه الكبار في السن، لأنهم يعلمون أن الكبار حتى لو لم يتعلموا فقد علمتهم الدنيا الحكمة، فهم حاجز بين سقوطه بينه وبين السقوط في مكرهم، فيحاولون أن يكرهوه أو يعزلوه عن والديه. فإذا رأى الأب أن ابنه أصبح ينعزل عنه وعن أمه، أصبح يأتي من الخارج، يأتي يدخل إلى غرفته، إن سلم سلم وإن ما سلم دخل، وأصبح عنده عزلة غير الذي كان، فليعلم أن هناك خلل. يجب على الأب أن لا يكون سببا في دفع ابنه إلى هذه الأفكار. فإن بعض الناس إذا دخل البيت وأغلق الباب بدأ يسب في الدولة، وبدأ يسب في ولاة الأمر، وهؤلاء يفعلون ويفعلون، وضيعوا حقوقنا، وفعلوا فعلوا 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 فعلوا. والشاب الصغير يسمع، ثم يأتيه واحد يقول طريق الخلاص من هذا الظلم هو كذا، فيكون مهيئا لأن يسقط في براثنه.